محمد مواليد سليمان اللي كان في تصريحات أدلاها للموقع الرسمي للنادي الأهلي. أقول لكم أهم هذه التصريحات اللي قالها النجم الكبير وليد سليمان. وليد سليمان أبدى تفاؤله بالفترة المقبلة، وده اللي احنا كلنا شايفينه من الشكل الفني العام للنادي الأهلي مع فايلر مدير الفني السويسري. ده كان بداية كلام وليد سليمان، قال في ظل الأوضاع المستقرة للفريق، خاصة أن الجميع لديه رغبة أكيدة في الفوز، فلازم كلنا نكون عندنا تفاؤل، وتفاؤل يعني بعيد خالص عن الحدود. قال وليد سليمان كمان أن الأهلي استفاد استفادة كبيرة جدا من معسكر الإمارات، واللي جه في توقيت مناسب واستمر لمدة أسبوع، وكان فرصة جيدة للجهاز الفني ولاعبي الفريق، خاصة أن كل لاعب حاول إثبات نفسه وقدراته أمام المدير الفني ريني فايلر. كلام منطقي جدا، وإحنا اتكلمنا قبل المعسكر قلنا إن كان لازم يكون في معسكر خارجي، واتكلمنا عن أهمية المعسكر الخارجي، وفرقنا كمان عن المعسكر الخارجي بالمعسكر الداخلي. المعسكر الخارجي بيكون فيه أنت بتنسى كل حاجة خلاص في مصر، بالدوري، بالتوقفات، بكل حاجة، بتخرج بره بقى جو تاني خالص، طقس تاني خالص، مناخ تاني خالص، بتشوف ناس تانية خالص، فبتنسى، بتركز في معسكرك بس، وبتركز في تدريباتك والتعليمات اللي بيديها لك المدير الفني. عشان كده كان معسكر مثمر زي ما قال النجم الكبير وليد سليمان. قال كمان وليد سليمان عن تأثر أو مدى تأثر النادي الأهلي بتوقف الدوري فترة طويلة. قال أرى أن استمرار الدوري كان الأفضل للنادي الأهلي، لأن الفريق بدأ الموسم بشكل جيد، وكنا نحتاج لاستمرارية المسابقة بدلا من فترة التوقف الطويلة، لكننا سنتعامل مع الموقف ولدينا الخبرات والقدرات الفنية العالية التي تؤهلنا لمواصلة الانتصارات والعروض الجيدة بعد استئناف بطولة الدوري، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق. ده كان كلام وليد سليمان عن توقف الدوري. قلت لحضراتكم قبل كده من خلال استضافتي للضيوف ان في فريقين بيتكلموا عن توقف الدوري، بيتكلموا عن ايجابياته وبيتكلموا عن سلبياته. ايجابياته بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي كان ماشي كويس جدا، مع ان احنا لعبنا ماتشين بس، فكان لازم ان احنا نتواصل في المباريات ويبقى في استمراريه عشان النادي الاهلي يفضل مستمر في فتره تألقه. الفريق الثاني قال ان التوقف برضو ايجابي، لكن ممكن كمان لريني فاير في فتره قليله ادى افكار كبيره للعيبه، واللعيبه قدرت تنفذها، فما بالك بقى لو ياخد فتره كمان ان هو يتعرف على اللعيبه اكتر واكتر، كمان يديهم افكاره ويشربها لهم باللغه العاميه كده، ويبقوا الفريق يعني اكثر اتقانا لفكر فايلر. ده برده كان فريق بيقول كده، فالتوقف بالنسبه له ايجابي. لكن في العموم خلينا نقول ان كده او كده النادي الاهلي نادي كبير جدا، ما بيتاثرش بتوقفات حتى لو كان مستمر وبدايته كانت كبيره، او بدايته او انطلاقته كانت قويه جدا. لكن في العموم النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم فريق كبير جدا، لعبنا ماتشين في الدوري ظهرنا فيهم بشكل كبير جدا، لكن اعتقد انا من انصار ان التوقف هيدي الفايلر كمان مساحه ان هو يحفظ لعيبته اكتر واكتر، اللعيبه كمان تشرب وتفهم فايلر قوي قوي قوي. ان شاء الله يكون في استمراريه، ويكون اكتر كمان شكل الاهلي اقوى من المباراتين اللي اتلعبوا. اتكلم عن ارتياحه وتقديره للجهد الكبير الذي يبذله الجهاز الفني اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي بقياده فايلر، وقال فايلر عامل حاله متميزه، هو حريص على توصيل رسالته للعيبه، ويقوم دائما بتحفيظ خططه للجميع من اجل تنفيذها بشكل جيد. عشان كده بقول لحضراتكم ان هو محتاج مساحه كافيه ووقت كافي. اعتقد ان التوقف كان في مصلحه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. قال وليد سليمان اتكلم عن كل المدربين اللي مسكوا النادي الاهلي في الفتره اللي هو كان فيها، قال كل مدرب له طريقته وله مدرسته وله فلسفته. ده كلام وليد سليمان. قال المدربين اللي تولوا تدريب الفريق لهم بصمات، حيث حقق كالتيرون على سبيل المثال نجاحات مع الفريق وصعد بنا لنهائي دوري الابطال الافريقي، لكن التوفيق لم يحالفنا لحصد اللقب. لاسارتي جه بعد كده، ده كلام وليد سليمان، الذي قاد الفريق للتتويج بالدوري رغم البدايه الصعبه التي جعلت البعض يقلل من حظوظ النادي الاهلي. طبعا حضراتكم فاكرين اللي كان بيقول النادي الاهلي يعني بيصارع على الهبوط، والنادي الاهلي هينزل، واللي حصل السنه اللي فاتت، والنادي الاهلي دايما عنده وعده لكل جماهيره. فبيقول يعني مختصر كلامه ان كل مدرب كان ليه بصمته. قال بقى عن فايلر، فقد بدأ مع الفريق بشكل جيد للغايه، وحقق 6 انتصارات متتاليه محليا وافريقيا، وهذه بدايه مبشره للمدرب السويسري، واتمنى ان يستمر التوفيق معنا. اتكلم كمان وليد سليمان ان فايلر بيتحدث مع الفريق بشكل مستمر. كنا دايما بنستعرض مع حضراتكم، دايما قبل التمرين بنقول في اجتماع مع فايلر مع اللعيبه، فايلر بالجهاز الفني قاعد مع اللعيبه، فايلر في جلسات خاصه مع رمضان، مع حسين اللي بنتمنى له الشفاء، مع كذا مع كذا مع كذا، مع اجاييه مثلا. فده الكلام بياكده وليد سليمان ان دايما هو بيجتمع بشكل مستمر مع اللعيبه
او في الاوقات المتاحه بيتكلم مع اللعيبه في افكاره في خططه التدريبيه في السلبيات في الايجابيات، وده اللي بيسعى للنجاح ويجتهد من اجل ذلك. ده كلام وليد سليمان. اتكلم كمان وليد سليمان اللعيبه المتواجده في الاهلي بيمتلكون مهارات وقدرات فنيه عاليه، ومعظمهم دوليون ولهم خبرات طويله في الملاعب، وهو ما يساعد المدير الفني على تنفيذ خططه. ده كلام وليد سليمان. ايضا اتكلم عن اهميه اللعيبه اللي موجوده، قدراتهم ومهاراتهم الذهنيه والفنيه والبدنيه. اتكلم عن كل اللعيبه، قال ان هم او النادي الاهلي بيمتلك مجموعه جيده من اللاعبين اللي بيحققوا المدير الفني او بيساعدوا المدير الفني على تنفيذ خططه. ما انا بختلف معاك سنه بس في الحته دي يا وليد، لان مش كل مدير فني بيعرف يستغل مهارات اللاعبين ومعظم اللاعبين اللي عنده. واحنا شفنا قبل كده، مش هنتكلم عن النادي الاهلي تحديدا، بنشوف فرق كبيره جدا بيبقى مع نفس اللعيبه، بنشوف مدرب تاني بيجي يغير شكل الفرقه شكلا وموضوعا. دي اهداف للنجم الكبير وليد سليمان اللي لسه بكلمكم عن تصريحاته في الموقع الرسمي للنادي الاهلي. قال كمان فيما يتعلق بمجموعه النادي الاهلي في المجموعات بدوري ابطال افريقيا، قال تضم كل من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. وليد سليمان قال نحترم الجميع كالعاده، النادي الاهلي بيحترم جميع المنافسين بصرف النظر بقى عن قوتهم عن ضعفهم ايا كان، لكن النادي الاهلي بيلعب كل المباريات تحت شعار المكسب والمكسب فقط لا غير. قال بالظبط او بالنص نحترم جميع المنافسين ونقدرهم، لكن من يبحث عن اللقب لا يخشى اي فريق. نفس الكلام اللي كنت بتكلمه مع حضراتكم، واجهنا منافسين اقوياء في الماضي ونجحنا في تخطي الصعاب وحصدنا اللقب الافريقي في النهايه، وهذا ما نسعى لتحقيقه هذا الموسم بفضل الاصرار والتحدي الموجود لدى جميع اللاعبين في الفريق. وليد سليمان كمان قال الاهلي دائما مؤهل للتتويج بالبطولات تحت اي ظروف ومهما بلغت الاصابات والغيابات. بيتكلم عن الاصابات والغيابات، واذا شارك فريق ناشئين يحمل اسم النادي الاهلي سيكون مؤهلا دائما للتتويج. دي حاجه جوه كل لعيب في النادي الاهلي ان هو ياخد بطوله، ايا كان اللي بيلبس التيشيرت الاحمر او الفانله الحمراء بروحها بشكلها برعبها للمنافس. فدي حاجه جوه كل واحد اهلاوي ان هو مؤمن ان اي حد بيلبس الفانله الحمراء هيكسب، ايا كان اللي بيلبس الفانله الحمراء مين. دي حاجه متوارثه يعني في النادي الاهلي، وحاجه طبعا ايجابيه جدا جدا. قال واجهنا ظروف صعبه على صعيد الاصابات والغيابات وغيرها، ومع ذلك حققنا اكثر من بطوله محليه، اما خساره لقب افريقيا مرتين متتاليتين في النهائي فهو مجرد سوء حظ حرمنا من حصد البطوله. اتكلم كمان قال لا اتفق مع من يقول ان الاصابات التي عانى منها النادي الاهلي كانت السبب في عدم التتويج باللقب الافريقي عامي 17 و 2018، بدليل ان الاهلي حصد لقب دوري ابطال افريقيا عام 2013 وكانت قائمته او قائمه الفريق تضم 13 او 14 لعيب. حضراتكم طبعا فاكرين الظروف اللي كنا فيها، وكمان خدنا الكونفدراليه وكان معانا حوالي 14 لعيب. فوريد بينفي او بينفي ربط الاصابات بعدم التتويج بالبطولات، ماشي مع انها بتكون سبب من الاسباب بس ماشي. قال لي اعتزلت اللعب الدولي او قرار اعتزالي اللعب الدولي اللي خدته قبل كده، عندما اعلنت هذا القرار كنت ارغب في ازاحه الضغوط عن كاهل الجهاز الفني للمنتخب، لكن البعض ظن وقتها انني اضغط عليهم وهذا غير صحيح بالمره، بالعكس كنت ارغب في رفع الحرج عنهم وليس اكثر. الجمهور الاهلي بيحبني ويطالب بانضمامي للمنتخب واشكره على الدعم والمسانده، وعندما لاحظت ان هذه المطالب الجماهيريه تتزايد قررت الاعتزال الدولي لرفع الحرج والضغوط عن الجهاز الفني السابق للمنتخب. ده الكلام اللي بيتكلمه وليد سليمان. اتسال وليد سليمان عن موقفه من المنتخب حال استدعائه للمنتخب الاول، قال لاعب النادي الاهلي هذا شرف كبير لاي لاعب لا يمكن ان اتردد في قبوله، وساكون تحت امر المنتخب بالطبع، فانا اجتهد حاليا مع النادي الاهلي واركز في الملعب من اجل تقديم المطلوب، ولن اتاخر عن نداء المنتخب اذا تم استدعائي في اي وقت. ده كان كلام النجم الكبير وليد سليمان.